الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معك الدكتور جمال الهجرسي، عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الشرعية قسم أصول الدين. من المناشط التي يقوم بها القسم والكلية عموما أن هم في بداية السنة يديروا في خطة للمناشط التي يعني سيرعاها القسم، ومن ضمن فكرة هذه المناشط أنه يقدم مقترح للطلاب أن شن الأشياء التي يحتاج القسم أن يعالجها، ظواهر سلبية أو أمور يحتاج أن يتحدث عنها القسم ويؤدي فيها رسالته كتوعوية. فمن ضمن المقترحات التي قدمها الطلاب اللي هي أفلام الإنمي أو رسومات اليابانية تحديدا، رسوم الأطفال الكرتون التي تصدرها دولة اليابان تحديدا، وهي تسمى في المصطلح المشاهدين الأنمي. في البداية لم نكن نتصور خطورة مثل هذه الرسومات، لكن لما الطلاب دارونا دراسات وورونا بعض الاستبيانات وبعض المشاهدات اللي يعني يقوم بها الأطفال مثل هذه المقاطع، وجدنا فعلا أن الموضوع يعني خطير فوق ما كنا نتصور، خاصة أن فئة الشباب المستهدفين بمثل هذه الرسومات هي فئة المراهقين، وكما تعلم البون شاسع بين الفارق العمر بيننا وبينهم. فالرسومات لم تكن يعني الآن ليست الموجودة الآن زي الرسومات اللي نعرفوها في السابق حنين، اللي هي تؤدي في رسالة أخلاقية وتؤدي في رسالة كويسة. الآن أغلبها مشاهدة عن طريق الإنترنت وتكون مفتوحة وتؤدي في رسالات يعني سلبية جدا، وتحتاج إلى معالجة وتحتاج مثل هذه الندوات بكثرة وليست واحدة فقط.